إن عرض الفصال شيئنا يأتي من عرض اسمها بها عرض الفصال. اسمحوا لي أن أشكركم على أنكم صدقتمونا في هذا الشمال، شمال الغربة، شمال العز، شمال الفخر. أهلا وسهلا فيكم جميعا في هذا المكان. صراحة وصدقا ما شميت ريحة وأنا داخل البير لأي إشي. فقلنا نحن بحاجة إلى أن نقدم شيئا متميزا من الجودة وفي متناول الجميع. مع جهدكم كفى الله يكرمك، هذا شاهد مع تسجيل، مش مشكورك. بداية بحب أشكركم على هذا اللقاء، هذا اللقاء جدا جميل. إن شاء الله نحن معكم على العهد بمنتجات جيدة ضمن مواصفات عالمية لا يمكن لها أن تسمع على اثنين مواصفة مرة واحدة.